إن رمضان حين يستقبل هذا الاستقبال ونحييه بإقامة شعيرة من شعائره، صيام ليل صيام نهار وقيام ليل ومدارسة قرآن كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ المسلمون شحنة من القيم تحد من شراستهم في ماديات الحياة. وإذا ما حددت شراسة الإنسان في ماديات الحياة أمكن للقيم أن تترعرع فيه، وإذا ما ترعرعت القيم في النفس الإنسانية التي انكسرت حدتها بالجوع وبالظمأ وبين الامتناع عن الشهوة، أمكن أن يوجد أناس متساندين متواضعين ليست فيهم شرة. ولكننا نلاحظ أنه إذا تخلق إنسان وإذا زي ما بيقولوا الزرب إنسان يقول لك أصله صائم، هل الصيام جعل لهذا أم جعل لكسر النفس؟ ده لم حينما جاء الحق الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلمنا قال وإذا خاصمه واحد ولا سب ولا شتم ليقل إيه؟ ليقل إني صائم، يعني ليذكر نفسه بأني صائم. والصائم كسر للنفس مش هياج للنفس. ولكن الناس معذورون، أتظنون أن ذلك من الامتناع عن شهوتي البطن والفرج العصبية التي نراها في كثير من الصائمين؟ أهي نشأت من هذا؟ لا، نشأت من أننا لم نضع الأشياء في مقامها المناسب لها. كيف؟ لأنك تجوع طولة النهار ثم تأكل ألوان الطعام بكمية هائلة تدخمك وتصيبك بالبشم، وبعد ذلك تحاول جاهدا أن تأخذ من النقل ومن الشراب طيلة الليل، فلا شك أنك تتعب. ثم تأتي لك الأشياء التي تقول إنها تسلية على غير منهج الله، فتحرم نفسك لذة النوم، تحرم نفسك راحة السكون. فإذا ما ذهبت الصباح إلى عملك كنت مرهقا من إرهاقات متعددة، إرهاق أنك لم تنم النوم الكافي، وإرهاق أنك لم تأخذ الطعام المناسب. حينئذ لا تكون على ملكة متساوية، فينشأ منك ما ينشأ. أما لو أن الناس استقبلوا رمضان كما يريده الله وأخذوا من الطعام والشراب قدر الضرورة التي تدفع الجوع لاستراحوا وأراحوا، ولرأوا شهرا صافي الحركات، ولرأوا شهرا باسما شهرا هادئا. ولكنهم هم الذين يفسدون حكم الله في شرع الله. رمضان حين نستقبله هذا الاستقبال يكسر من حدة شهواتنا، وحين تكسر حدة الشهوة يصير الإنسان إلى مرتبة التعادل. ومعنى مرتبة التعادل أن تجد كل ملكة في نفسك نصيبها من حركتك، فلا تأخذ ملكة حظها جميعها لتترك الملكات الأخرى بدون حظ. فأنت ملكة غريزة حب الطعام تأكل اللون ده واللون ده واللون ده واللون ده واللون ده، فأنت تنميها بما تحب، وغريزة القيم تحرمها مما تحب أيضا، لأن في الإنسان ملكة، هذه الملكة تحب القيم، كما يوجد هناك ملكة تحب الشهوات هناك ملكة تحب القيم، بدليل أنك في التصرف الذي تتصرفه أنت يأتي وقت لتلوم نفسك على تصرف، وربما ضربت نفسك وربما سببت نفسك أنك فعلت هذا. ما الذي حدث؟ إنه استيقاظ لملكة كانت تحب منك الخير. إذن فالتشريع الإسلامي أو تشريع الله إنما جاء ليوازن بين ملكات النفس. وحين نوازن أنفسنا نوازن بين ملكات النفس في زمن من الأزمان، نعيش صفاء الحياة ونعيش جمال الحياة ونعيش حسن الحياة، فيحلو لنا بعد ذلك في كل شهر من شهور السنة أن نكون متوازنين في إعطاء كل ملكة من ملكات النفس الإنسانية غذاءها. العالم الآن، أنا أقصد العالم الإسلامي،
يستقبلوا رمضان بالفرحة وبالسرور، ولكن فرحة موجهة إلى غير ما يحبه، إلى غير ما يحب الله. كان المفروض إننا نستقبل ذلك بانكسار نفس. انكسار النفس كما يكون انكسارا فرديا يكون انكسارا جماعيا، انكسار جماعي يمنع أن نجتمع على علو وأن نجتمع على طغيان وأن نجتمع على فساد. لماذا؟ لأن النفس الإنسانية كما أنها هي واحدة لها ملكات، كذلك المجموع الإنساني له أيضا ملكات. إن أردت أن تستقيم ملكات نفسك فانظر كيف استقامت هذه الملكات وانقلها إلى المجتمع ليستقيم، انقلها إلى المجتمع ليستقيم. لأن المجتمع عبارة عن إيه؟ مش فرد متكرر، فرد متكرر. فما دام الصوم يعطيك انكسارا فيجب أن يكون ذلك الانكسار الذي يمنع العلو ويمنع الطغيان في الأمم والدولات أيضا. ولكن حين ننظر إلى الناس الذين يستقبلون رمضان، وربما نجد اللي بيستقبلوا رمضان بالفرحة الشديدة وبالأنوار تزين الجدران ولا تزين الصدور، وتزين الموائد ولكنها لا تزين المساجد، وتزين المطابخ، تزينها وتشحنها. نقول له لا، خد شوية قيم ويا هذه الايه، وهي هذه القيم، وإلا إن لم تصنعوا ذلك فسيظل الإنسان في شراسة ملكاته، وسيظل المجتمع الإسلامي كله في شراسة ملكاته الخاصة. حين يوجد ذلك في الإسلام لا تجد أمة على قلب أمة، كما لا تجد فردا على قلب فرد. وحين لا توجد أمة على قلب أمة يظل لكل أمة منهجها، ولكل أمة هواها، ولكل أمة شعارها، لأنها لم تفئ جميعها إلى منهج واحد يجمعها. ولعل ما نشاهده في هذه الأيام من قيام المعارك الضارية بين المسلمين ما يؤسفنا، ويؤسفنا أشد من أننا نجد فرقا من المسلمين تتقاتل ولا نجد الفرقة الثالثة التي يقول الله عنها ماذا قال؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. فالأسف الأول أن يوجد فئتين متقاتلتين، ولكن الأسف الأشد أن لا نجد الفئة الثالثة التي تقف موقف المصالح، موقف الذي يفض النزاع. ويجب أن نفهم جيدا أن ذلك مراد لخصومنا شرقا أو غربا، فهم يريدون أن نتفانى نحن المسلمين. حين نتفانى نحن المسلمين يكون العملاق الذي يخافون أن يستيقظ ليشيع عدالته في الوجود ويسقط صولجان كل جبار، هم يخافون ذلك وهم يحبون أن يعيشوا جبارين في الأرض. فيجب أن يتنبه المسلمون وأن يجعلوا من هذا الشهر ستارا يسترون به عزتهم الكاذبة وكبرياءهم، ليفيئوا إلى منهج الله ويقولوا لنرفع السلاح في هذا الشهر. ولعلهم حين يرفعونه هذا الشهر يستعذبون العيش في ظلال السلام فيعيشون دائما في ظلال السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر خيرا لأمة الإسلام والمسلمين، وحين يكون خيرا لأمة الإسلام والمسلمين يكون خيرا للعالم أجمعين. ولو فطن العالم الذي يعادي الإسلام إلى ما يعطيه الإسلام لهم من أمن وسلام واطمئنان لحاولوا جاهدين أن يطبقوا مبدأ الإسلام وأن لا يحاربوا تطبيق مبدأ الإسلام في دول الإسلام. والله المستعان.
انتو احب الناس ليا، واولى الناس النصيحه. اوصيكم بتقوى الله، واياكم وما يغضبه. اطمن يابا، اطمن. الحمد لله. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله. Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنك محمد رسول الله، وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. مضى يسعى إلى مولاه، تحيط بربه بشرى على ما قدمته يداه. عاش العمر في روض من الآيات والذكر، فألبسه كلام الله ثوب العز والتطهير. أشرق عبر الحياة يضيء ويبدي طريق النجاة، وأعطى وفاضت علينا يداه. سمي الرسول إمام الدعاء. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم. إن الإسلام هو المنهج الوحيد أو الدين الوحيد الذي استطاع بوضوح أن يضع النقط على الحروف في هذه المسألة ليقنع القلب والعقل والوجدان. وليس ذلك نقص في الديانات السابقة، ولكن النقص نشأ من أن مناهج الديانات السابقة لم تصلنا كما أنزلها الله على رسله، بل نزلت محرفة. فذلك ليس عيبا في الدين، وإنما عيب في نقلة ذلك الدين. موضوع الإنسان مسير أم مخير، مجبر أم مختار، كيف تنشأ مشكلة؟ إذا قلت مثلا أنا والله لا أستطيع أن أحكم على فلان أهو كريم أم بخيل، لا تنشأ هذه المشكلة في الحكم إلا إذا رأيت له بعض التصرفات كان فيها كريما وبعض التصرفات كان فيها بخيلا، فترددت في المسألة أهو كريم أم بخيل. لو أن كل التصرفات التي أخذتها عليه كرم ما نشأ أم هو بخيل، لو كانت كل التصرفات بخل لما نشأ أم هو كريم، إذن فترديد الأمر بين أهو كريم أم بخيل يدل على أن تصرفات حدثت منه تثبت أنه كريم، وتصرفات أخرى تثبت أنه بخيل. على هذا النمط السؤال، الإنسان مسير أم مخير؟ لو كان في ظاهر الحياة أن الإنسان بيرى نفسه مجبر على كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مخير، لو أنه مخير في كل أعماله لما نشأت فكرة أهو مسير. إذن فالإنسان رغم كونه أعلى الأجناس يبقى فيه حيوانية وفيه نباتية وفيه جمادية، فما في من قدر الجمادية وما في من قدر النباتية وما في من قدر الحيوانية أنا مسير فيه كالجمادي وكالنباتي وكالحيوان. إذا رفعت نفسي هكذا سأسقط كالقطعة الحجر، قانون الجماد يتحكم في والجاذبية تشدني، أيضا أنمو ولا دخل لي في ذلك النمو، مليش عمل فيه خالص، أيضا أحس وأتحرك وأنا مليش عمل في الإحساس ولا في الحركة ولا إدارة دواليب جسمي وأجهزته، لا دخل لي فيها أبدا، لا أعرف كيف تدور الدورة الدموية ولا أعرف كيف تصنع الرئة فعلها ولا الجهاز البولي ولا الجهاز التناسلي ولا أي جهاز ولا الجهاز الهضمي، لا أعرف شيئا من هذا. إذن فما في من الحيوانيات أيضا أنا مسخر فيه كالحيوان تماما ولا اختيار لي في شيء. ومن رحمة الله بي أن جعلني مسيرا في ذلك كله، وإلا فستكون تؤجل إدارة أجهزة جسمي إلى أن يصير لي عقل وأعرف أدور أجهزة الجسم. فمن رحمة الله بي أن جعلني مسير ولا عمل لي في هذه المسألة البتة، لأنها تؤدي مهمتها وأنا نائم. فإذا كان لي اختيار من يديرها لي وأنا نائم؟ إذن فما في الإنسان من جمادية ومناباتية وحيوانية مسير كهذه الأجناس تماما ولا اختيار له في شيء. تنفصل في متى؟ في الخاصية التي تجعله إنسان وهو العقل والفكر. إذن ففي منطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل يفعل أو لا يفعل، تلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار.